بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة لانجوتشينون نوتس اند برايفا، يعني ملاحظات لغوية كده باختصار. أول ملحوظة معنا بالنسبة لاستخدام صم، عارفين إن صم بمعنى بعض، وبتأتي قبل الاسم الذي إلا يعد، اللي هي الـ uncountable nouns أو الـ plural الـ countable أو الاسم الجمع المعدود. طبعا بمعنى بعض، ويأتي بعدها فعل مفرد إذا كانت بتشير إلى غير معدود، وجمع إذا كانت بتشير إلى اسم جمع. most information طبعا information uncountable noun on the internet is، ليه؟ لأن طبعا information uncountable تعامل معاملة المفرد، يعني فعلها مفرد. some is in different languages in Arabic، يبقى بيشير إلى مين؟ إلى information، فطبعا is. the students اللي هم plural جمع are mostly clever، طبعا استخدم هنا are. however some don't، يبقى هنا some بتعود على مين؟ على student، عشان كده بنستخدم نقول some don't work، يبقى some بتشير إلى اسم غير معدود يبقى فعلها مفرد، ولو بتشير لاسم جمع فعلها ايه؟ بياخد صيغة الجمع. بالنسبة لأسماء الدول التي تتكون من كلمة واحدة، لا تأخذ إذا إلا إذا كان الاسم جمع فتوضع قبله، زي اللي هي the Netherlands اللي هي هولندا، طبعا هنا فيها إس فبتاخد إزاي، عارفين إن الدول أو المدن والدول والبلاد والقارات لا تسبق بزاي، ولكن لو هي سبق، لو هي كلمة الدولة فيها إس جمع طبعا بتسبق بذا، the Netherlands أو the Philippines، طبعا هنا في Philippines في اس في النهاية الكلمة يبقى تاخد الذا. بالنسبة look forward to بيجي الفعل ده بيجي مع ing، يعني لو يتطلع إلى look forward to يتطلع، لو جه وراه فعل تاني بيبقى to plus verb plus ing أو noun. I look forward to hearing، to hearing يبقى الverb plus ing. بالنسبة لكلمة أو whatever، whatever ممكن يجي وراها sentence جملة اسم وفاعل whatever، أو ممكن يجي وراها sentence مباشرة فعل وفعل، أو اسم وفعل وفعل. whatever work she had، whatever work يعني مهما كان العمل اللي بتعمله، she found time to play the piano، يبقى هنا في اسم و sentence، وهنا ممكن يبقى sentence مباشرة. you must do whatever I say، you must do whatever I say، يعني لازم يجب أن أنت تفعل كل ما أقوله. whatever ممكن يجي وراها فعل فقط، I will always support you whatever happens، مهما حدث. يبقى whatever ممكن يجي وراها noun وجملة، أو جملة فقط أو verb. برضو في عندنا في النص ناخد بالنا إن someone أو somebody أو anyone أو anybody أو everyone أو everybody أو no one أو nobody طبعا تعامل معاملة المفرد، يعني فعلها مفرد، وبس لو جه يعود عليها ضمير بيبقى صيغته جمع. somebody has knocked on the door but when I opened the door they have gone. they have طبعا هنا قلنا they have. a disabled person is someone who can't use part of their body، part of their body يعني جسمه، يبقى هنا الفعل بتاعه أو الفعل بيبقى مفرد ولكن بيعود عليه ضمير جمع. أنا ممكن نستخدم do و does و did هنا قبل الفعل الأساسي، ولكن كنوع من نوع بلاغي كده اللي هو تأكيد الفعل، يعني ليه يستخدم للتأكيد أو لتقوية المعنى. I do know who broke the window. طب لو قلنا he أو he does know، he does know مش هنحط s لأن does هنا استخدمت، زي الفعل الماضي he did shout، ما ينفعش نقول بقى he did shouted نجيب البصل، لا he did shout فقط، لأن did هجيب معاه المصدر، ودو does هجيب معاه المصدر، ولكن did للماضي ودو does للpresent المضارع. لو جينا نشوف معانا كده number one، most of my friends like football but، طبعا friends plural جمع يبقى but some prefer، يبقى نستخدم ايه؟ some بعضهم بيفضل الهاندبول. do you know how broke my glasses؟ yes Sama spaced، طبعا هنا do مضارع يبقى Sama do، مفروض نقول Sama does break it. ليه؟ طبعا do you know who broke، من اللي كسر الزجاج، ممكن نقول Sama broke، Sama broke it كسرته، أو Sama did break ليه؟ لأن عندنا broke فعل ماضي، يبقى ممكن أقول Sama broke it أو Sama did break it، يبقى الاثنين صح، يبقى letter A letter D. everyone has
ولا have ولا is waiting. طبعا is waiting تعامل معاملة المفرد، يبقى فعلها هيبقى is. someone is ringing the door. I will see who. who طبعا هنا هو ايه؟ who they are. I will see who they are. ليه تعامل معاملة المفرد ويعود عليها ضمير جمع who they are. I will help you whatever whatever happens مهما يحدث. whatever happens I will help you whatever happens. طبعا جاي وراها verb whatever space you make whatever choice كنوع اسم. قلنا ممكن يجي ورا اسم you make هنا sentence، يبقى whatever whatever choice كنوع اسم. space is an Arab country طبعا هنا Lebanon. Lebanon اللي هي لبنان طبعا دي دولة فقط مش منتهية بإس، فطبعا no article. space is an Asian country طبعا هنا the Philippines اللي هي الفلبين، لأنه قلنا إيه طبعا كلمة Philippines اللي هي Philippines منتهية بإس، يبقى نجيب لها the Philippines. بالنسبة عندنا Treasure Island chapter 11 agreement يعني اتفاق agreement. arrest يعني يقبض على arrest. ملاريا اللي هو مرض الملاريا. negotiate negotiate يعني يفاوض او يتفاوض negotiate. nude nude يعني ايماء nude. promise promise يعني يعد او يعطي وعد. remind remind يعني يذكر remind. stay safe يعني يبقى امن. stay safe. trust trust يعني يثق trust. nervously nervously يعني بتوتر او بعصبية. again agreement جاء من agree يتفق. عكسها disagreement لو عدم الوفاق. arrest يعني يقبض ايه يعني يقبض على. malaria اللي هو مرض الملاريا. negotiate يفاوض او يتفاوض. nude يعني ايماء او يومئ كverb. promise يعد او وعد. remind يذكر. stay safe trust يثق. nervously يعني بتوتر او بعصبية. بالنسبة عندنا لأسئلة chapter 11 in Yaqub's heart center space get the best medical treatment in Egypt. طبعا هنما مين الpatients اللي هم المرضى في مركز يعقوب للقلب بيحصلوا على أفضل رعاية طبية. The athlete اللي هو لاعب القوى whose space are the highest gets the gold medal. طبعا the athlete whose jumps يعني قفزاته. طبعا كلمة jump يعني قفزات. whose jumps its space to vote in the elections. طبعا its right يعني حقك ان انت تصوت في الانتخابات. its right It's right يعني من حقك. No one else can keep the baby safe. مفيش حد يقدر keep the baby safe. I space only you. I negotiate يعني أنا بتفاوض. ولا I nod. ولا I trust only you. طبعا هنا trust يعني أنا بثق فيك فقط. They argued for hours. تجادلوا لساعات. But finally they space to an agreement. توصلوا إلى. They arrived at to. They arrived to يصلوا ولا reached ولا came to. طبعا came to يعني توصل إلى. they came to an agreement. try to see the space in everyone. no one is completely bad. try to see the good يعني حاول تبحث عن الخير داخل كل شخص. no one is completely ما فيش حد سيء تماما. This question is based easy. This question makes easy ولا sounds easy. طبعا هنا sounds easy يعني يبدو easy إن هو سهل. She traveled to England to space selling Egyptian goods بضائع مصرية there. I hope she gets a good price. إن هي she traveled to England to negotiate يعني تتفاوض في شراء أو في بيع منتجات مصرية. I hope she gets a good price. طبعا هنا negotiate يتفاوض. space is a serious illness يعني مرض خطير. that comes from mosquitoes. طبعا هنا ملاريا اللي هو مرض الملاريا. firefighters lives طبعا هنا save lives يعني بينقذوا الأرواح.
بالنسبة لتست اليونت عندنا تست يونت 11 choose the two correct answers out of the five options given. هنختار إجابتين من خمس إجابات. نيجي number one. Stop baking. Achieve mantis. Make friends. ولا make noise. طبعا stop make noise ضوضاء. Or complaints يعني شكاوي. Stop يعني توقف عن. The word amazing is a synonym with. طبعا amazing رائع. طبعا synonyms يعني مرادف. awesome يعني طبعا awesome اللي هي رائع. أو breathtaking يعني برضو رائع. بعد كده question number two. Choose the correct answer from A, B, C or D. Starting another project يعني بدء another project مشروع جديد. طبعا هنا space me a new challenge takes ولا gives me a new challenge ولا does ولا holds. طبعا هنا gives me a new challenge. Gives يعني يمثل تحدي جديد. Space is a serious condition in which part of the spine isn't correctly يعني حاجة في الفقرات isn't ليست سليمة. Developed at birth يعني منذ الميلاد. Leaving the nervous in the back بتترك الأعصاب in the back في الخلف without any protection. طبعا هنا flu influenza ولا spina bifida. طبعا هنا spina بفده اللي هو تشقق في العمود الفقري. تشقق في العمود الفقري. Number three. Is base describes someone who can't use part of their body يعني لا يستطيع استخدام جزء من جسمه in the way that most people can. طبعا هنا disabled اللي هو الشخص المعاق. Hussein won the running يعني فاز بالسباق. The running race طبعا سباق الجري اسمه running race يعني سباق الجري. won the running race. I have much space in football. I have much interest. طبعا عندي اهتمام interest. I have much interest in football. I am one of those who work for that company. انا واحد من اللي بعمله لدى هذه الشركة. This means I am space and there. طبعا هنا I am an employer يعني انا موظف ولا employee. طبعا this means I am one of those who work يعني واحد من اللي بيعملوا for the company. يبقى I am employee يعني موظف. صلاح is the only Egyptian footballer. صلاح اللاعب المصري الوحيد. Has won player of the year in African twice. طبعا هنا who وما عنديش هو يبقى بديل هذات لكن ما ينفعش هوم لان عندي ايه لان ما عند لان هوم بتحل محل مفعول فاعل وليس المفعول. فطبعا هوم بتحل محل مفعول فقط. The company's base products are the best will win the prize. The company whose products يعني اللي منتجتها. طبعا whose معناها ما بعدها بيخص ما قبلها فالمنتجات اللي بتخص الشركة. رودينا is the only person in our family. Rodina is the only person in our family. Speaks Spanish and Italian. طبعا Rodina is the only person in our family who speaks English, Spanish and Italian. طبعا who أو that speaks أو who. طبعا ما عنديش who يبقى عندي that. برضو ما عنديش مفعول فما نستخدمش whom. Rodina is the only person in our family. Spanish and Italian are perfect. Who's Spanish? يعني الأسبانية لديها والإيطاليان are perfect. يبقى هنا who's بتدل على الملكية. This is the company Sama works in. يبقى هنا which Sama works in أو that Sama works in. ما ينفعش نقول where. ليه؟ لأن لو قلنا where نشيل in. ممكن نقول where Sama works أو in which Sama works. طب أنا ما عنديش which ممكن تبقى إيه that. Do you know that the man do you know that the man is base wrote this poem is from a remote يعني بعيد village in Upper Egypt. Do you know that the man who wrote this poem who wrote لأنه عاقل. To space means to try to make someone do something. طبعا هنا to put pressure on يعني يجبر شخص means to try to make someone do something. يبقى هنا to put pressure on
يعني يجبر أو يضغط على شخص أنه يفعل شيء. To put pressure on. A space is something that goes up from one level to the next. طبعا is something that goes up بتصعد من مكان from one level من سنة to the next للآخر. طبعا الرامب اللي هو المطلع يعني. بعد كده عندنا part 2 اللي هو خاص بالجزء الخاص بالباسج القطعة. Read the following passage then answer the questions. Every one of us dreams of becoming famous. كل واحد فينا بيحلم انه يبقى famous مشهور one day or another او في يوم اخر. Sportsmen اللي هم لاعبي الرياضيين and champions الابطال of games and sports enjoy great fame يعني بيستمتعوا بالشهرة العظيمة. Film stars نجوم السينما singers المغنيين and musicians الموسيقارين أو الموسيقارين يعني are known all over the world يعني معروفين حول العالم. They have admirers يعني لهم معجبين and fans جمهور أو مشجعين that follow them on بيتابعهم on social media على مواقع التواصل. And hang their photographs وبيعلقوا صورهم on the walls of their rooms أو بيعلقوا صورهم على حجرات ال أو حوائط المنزل يعني أو الحجرات. politicians and great men are famous people and their fame شهرتهم goes far يعني لبعيد and wide على التساع. Anyhow fame isn't easily obtained يعني الشهرة لا تكتسب but it's the result of hard work ولكنها نتيجة عمل جاد and suffering ومعاناة. The life of famous people isn't an easy one يعني حياة الناس المشاهير ليست سهلة. It's very busy and full of troubles يعني busy مزدحمة and full of troubles ومليئة بالمتاعب. And the responsibilities والمسؤوليات. They appear smiling بيبدو أنهم أو يظهروا أنهم بيبتسموا but in fact ولكن في الحقيقة they are unhappy يعني غير سعداء. And their time is arranged for them ووقتهم أو أوقاتهم arranged يعني مرتبة. Newspapers and magazines المجلات والصحف write about them and sometimes about their private lives الصحف بتكتب عن حياتهم وحياتهم الشخصية. So this annoys them وده بيضايقهم. Their smallest mistake appear larger by those who dislikes them يعني أخطائهم البسيطة بتظهر وكأنها ضخمة بالنسبة لمن لا يحبونهم. Though fame has its troubles الشهرة لها متعبها. A great number of people desire to get it الكثير من الناس desire يرغبوا to get it يحصلوا عليها. هنا بقولنا famous people may appear smiling يبدو انهم بيظهروا مبتسمين although they have admirers and fans برغم انهم لهم معجبين وجمهور. They are far from being unhappy برغم انهم بيكونوا بعيدين عن السعادة. They have enough time عندهم وقت كافي. Their fame has gone far and wide شهرتهم اتسعت. طبعا هنا they are far from being unhappy برغم انهم ما بيكونوا سعداء ولكن بيكونوا بيظهروا الابتسامة. Their time is arranged for them يعني وقتهم بيكون مرتب. This means they are free to do what they like يعني عندهم حرية يعملوا اللي هم عايزينه. They have free time as they like عندهم وقت زي ما هم بيحبهم. Their freedom is far and wide يعني حريتهم بعيدة ووايد متسعة. They aren't free to do what they like طبعا هنا they aren't free what they like يعني ما عندهمش حرية ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. According to the passage وفقا للباسج القطعة. Fame is الشهرة easily obtained سهل الحصول عليها. Not easily reached all good جيدة جدا all bad سيئة جدا طبعا هنا not easily طبعا هنا not easily يعني لا يمكن الوصول إليها بسهولة. Who makes the small mistakes of famous people sound larger their fans ولا their admirers ولا their families ولا their enemies طبعا هنا their enemies يعني أعدائهم يعني أو الذين لا يحبوا لنا في القطعة. They don't or they dislike them. Fame is a result of طبعا الفيم ده hard work يعني العمل الجاد.
طبعا الف ام بيبقى او الشهرة بتبقى نتيجة العمل الجاد. which of the following is correct؟ ايهما صحيح؟ all famous people are happy، كل الناس المشهورة بتبقى مبسوطة. famous people don't like others، ما بيدلوش don't like، ما بحبوش الاخرين. famous people like their fame، بيحبوا شهرتهم. famous people are free، الناس المشهورة are free يعني عندها حرية. طبعا هنا famous people like their fame، الناس المشهورة like their fame بيحبوا الشهرة أو اللي هو يحبوا شهرتهم. newspapers and magazines، المجلات والصحف. respect private، بيتحترم حياتهم private life. ولا interfere private، بتتدخل في حياتهم. طبعا هي interfere يعني interfere هنا بتتداخل in private life، في حياتهم الشخصية. interfere private life. many people have the space to get fame، many people have the desire، ناس كتير بيبقى عندها الرغبة ان هي توصل الى الشهرة. the word is fans and admirers are، طبعا fans المعجبين، admirers والمشاهدين ليهم. antonyms مراد وسينونيم، طبعا هنا synonyms يعني مرادف. writing about famous people the life the is be them bothers، طبعا كتابة أو الكتابة عن حياتهم. bothers يعني بيضايق، طبعا bothers them. بالنسبة لبارت 3 translate into Arabic يعني الترجمة إلى العربية. the Egyptian people will never forget the Egyptian wrestling champion Karama Jabir who won a gold medal in the Olympics in the Olympic Games. طبعا the Egyptian people يعني لن ينسى الشعب المصري أبدا أبدا يعني never بطل مصر في المصارعة اللي هو كرم جابر هو وان جولد ميدال الذي فاز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية. again لن ينسى الشعب المصري أبدا بطل المصارعة المصري كرم جابر الذي فاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية. بالنسبة لترانسليت into English يجب علينا جميعا أن نعلم أولادنا الصبر والاعتماد على الذات والثقة بالنفس، فهذه السمات ضرورية جدا للنجاح في الحياة العملية والشخصية. يجب علينا يبقى علينا جميعا we all have to reach our children patience اللي هو الصبر self reliance اللي هو الاعتماد على الذات self reliance والثقة بالنفس اللي هي بنسميها self confidence because فهذه because these qualities أو these characteristics اللي هي السمات أو qualities are very necessary ضرورية for success للنجاح in working في العمل and personal life والحياة الشخصية. طبعا طلب من paragraph an essay of about 150 words on a successful disabled person يعني شخص معاق ناجح. طبعا هنجد ان شاء الله على القناة وتعالوا مع بعض نراجع جزء الترانزليشن مرة اخرى. هنا ترانزليت into Arabic لن ينسى الشعب المصري ابدا بطل المصارع المصري كرم جابر الذي فاز بميدالية ذهبية في الالعاب الاولمبية. بالنسبة لترانزليت into English we all have to teach our children patience self-reliance and self-confidence because these characteristics are very necessary for success in working and personal life. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم بالنسبة لـ Unit 11 وانتظروا إن شاء الله لـ Unit 12 والسلام عليكم.